خد بالك منه، لو جالك امشي من سكات، انا خايف عليك. مين؟ افتح الباب. مش هو ده يا باشا؟ ايه؟ تعالى تعالى. انا يلا مش هتتركك. ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه يا باشا. ما عملتش حاجه. جار امشي. يلا 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 صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي. تعملي ايه؟ بوزع الهدوم دي عشان حد تاني يلبسها. دي هدوم بوبي؟ اه. بوبي وحشني قوي. وانا كمان يا حبيبتي. انا عايزه اروح له. ان شاء الله كلنا هنروح له. اوعي اي حد يقول لك حاجه وحشه على بابي تصدقيه. بابي كان احسن واحد في الدنيا. اوكي. يلا نلبس بقى عشان ما نتاخرش. مامي في حد على الباب. لا مؤاخذة مدام انجي، الباشا عاوز حضرتك. صباح الخير يا مدام انجي. صباح النور. أنا جاي لحضرتك علشان الطلب اللي كنت طلبته منك. عارفة حضرتك معاك إذن من النيابة؟ لا إذن النيابة إيه؟ ما أنا قلت لحضرتك إن ده طلب شخصي. يعني حضرتك جاي ضيف. بالظبط كده. طيب دلوقتي أنا وبنتي قاعدين في الشقة لوحدنا. المفروض حضرتك كنت تتكلم قبل ما تيجي. عندك حق. أنا بعتذر، عدت عليا دي. حصل خير. طيب انا هتصل بحضرتك وقت تاني واخد معاك. عايزك اتفضل.
عم اسماعيل انا مش منبه عليك كذا مره لازم تبلغني قبل ما اي حد يطلع؟ والله يا مدام حصل ولا ما حصلش؟ حصل. من فضلك تاني مره ما تتصرفش من دماغك. حاضر عن اذنك. اتفضل. كنزي تاني مره من فضلك ما تفتحيش الباب من نفسك ويلا عشان تاخرنا. ساعتين بالكتير واكون عندك يا مدام نهال. ماشي مع السلامه. باي باي. انا مش منبهه 100 مره. صباح الورد يا قشطه. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه مش عاجبك البوستيشه؟ شيل القرف ده. لسه زعلانه مني يا سعاد؟ وانت عملت حاجه تزعل يا معلم؟ عموما حقك عليا. حصل خير. حصل خير. بس انت شكلك النهارده رايق قوي. ايه افغاني برضو؟ ما قلت لك بطلت يا سعاد. طمنيني اخبار الشغل ايه؟ ماشي الحمد لله. جايب لك زبون بقى انما ايه ساقع. عايزك تريحي قوي وتاخدي بالك منه. مين ده؟ انا. ايه معجبش ولا ايه؟ لا طبعا مش قصدي. انت الكل في الكل. عايزك بقى تعملي شويه مشاز بتاع زمان ده. طب مش كنت تستنى لما اروح البيت؟ بيتي يا سعاد؟ انت بتيجي البيت مش شايفه قدامك. هكلمهم اخليهم يجهزوا اوضه. انا مش فاهمه محدش بيرد ليه. لا ما هم مش هيردوا. انا مشيتهم كلهم اديتهم اجازه. وانا مش صاحب مكان ولا ايه؟ لا طبعا انت المكان كله. ولا شايف انا مش بيش ليلى علوي؟ مش قلت لك تروح للدكتور يا معلم؟ أنا قلت لك قبل كده 1000 مرة تقفلي على موضوع الدكتور ده بالضبة والمفتاح. معلش هو التوتر يعمل كده. ما هتوتر من إيه برحمة؟ مش قصدي يعني من أي حاجة أو من أي حد. حد زي مين يا بنت؟ ما تتكلمي دغري وبلاش لف ودوران. وكنت تقصدي الواد اللي كنت متجوزاه قبل كده؟ لا ده انت دماغك تبقى حدفت لبعيد قوي. مش قصدي. هو كل واحد راح لحاله. تعرف الواد ده بقى انا مستني له على خمس غلطه. خمس غلطه. الو اهلا يا باشا. يا معلم انت هنا ولا ايه؟ هنا يا باشا. انت ايه اللي عرفك بس يا باشا؟ عيب عليك يا معلم. انا في حاجه برضو بتستخبى عليا. المهم الباشا عايزك ضروري. وانا تحت امر الباشا. الباشا يامرني امر. اكلمك بكره ولا بعده؟ يلا سلام. سلام يا باشا. مع السلامه. هو مين ده يا معلم؟ لا ابدا ده واحد كده.
صباح الخير يا عم حسن. صباح النور يا استاذ يوسف. شكلك مش نايم. عندي صداع جامد كمان. ما تعمل لي قهوه دوبل كده زياده عني. عليا. انت ايه؟ هتسيب البنسيون وتركز مع الرسم ولا ايه؟ اعمل ايه؟ لقيت الرسم جايب هام وقلت اجرب. لا مؤاخذه في السؤال يا استاذ يوسف. خير. اللي اعرفه ان الناس بتجيب حد يرسم لها صور لنفسها او لحبايبها. انما كون ان واحد يجيب صوره لواحد عمره ما شافه ولا حتى قابله، لا جديده دي. وانا برسمه عم حسن عشان انا عايز اعرف شكله. لكن الخلقه دي معايا من يوم ما اتولدت وزهقت منها خلاص، فارسمها ليه؟ هو لا مؤاخذه اذاك في حاجه؟ لا، بس انا بتجيلي جوابات على الاوضه كده فيها تهديدات لضاحي مش ليا. وبيني وبينك انا خايف اتاخد في الرجلين بالغلط. جوابات؟ شكلها ايه الجوابات دي؟ جوابات سودة مهببه زي اللي فيها هنا في البطيونه. غريب. ما تكلمني عنه شويه يا عم حسن. يعني الضاحي ده كان شكله عامل ازاي؟ بياكل ايه؟ بيشرب ايه؟ معاه عربيه عامله ازاي؟ في حد بيزوره؟ حد بيبعت له جوابات؟ اي حاجه تعرفها احكيلي. ضاحي كان شفايف بس جرب، ياكل طاقه واحده بس الصبح، وما افتكرش كان معاه عربيه، او يمكن كان عنده وانا ما شفتهاش. ما افتكرش كمان ان حد بعت له حاجه قبل كده. هو عموما كان غريب حبتين. طب ما تغير الاوضه بدل الوش ده كله. غيرها؟ عندي اوضه لسه زبونها سايبها امبارح. ما تقولش سايبها يا عم حسن، ده اتشد منها. مش ده الواد بتاع المخدرات؟ ما انا شفت كل حاجه. بس غريب قوي حوار الجوابات ده. المفروض انها تعدى عليا قبل اي شيء، ده البوصاجي بيوريني كل حاجه. الا بقى لو لو ايه؟ لو اللي بيبعت لك الجوابات دي ساكن هنا في البنسيون. كل الريبورتس بتاعت كنزي ممتازة، بس ليه حضرتك ما انتظرتيش لغاية السنة ما تخلص وتنقليها؟ في مشكلة في كده حضرتك؟ لا خالص، بس كنزي هتاخد شوية وقت عبال ما تتعود على المكان الجديد وتتعرف على زمايلها. معلش كان في شوية ظروف كده. عموما أنا مش بدور على أغلى حضانة أو أشهرها، أنا بدور على مكان يربي بنتي وينظم تفكيرها. في الآخر كله بيقدم نفس المناهج. للأسف ما بقاش في وقت حد يعلم، وكل حاجة بقت بيزنس. حتى الأهالي كل اللي شغلهم يدخلوا ولادهم في مدارس غالية وبس، لكن الولاد بتتعلم إيه؟ محدش مهتم. عشان كده أنا بفضل أعمل الإيفاليويشن تيست بنفسي. كنزي ممكن أسألك شوية أسئلة؟ أوكي. إيه ده؟ ألف. لام. دي مدام سعاد صاحبة أشهر صالون صفاء في مصر، ومش عايزة أقول لك يا علي إيديها تتلف في حرير. إزاي حضرتك يا معالي الوزير؟ أهلا. الحقيقة أنا كنت حابة أعرض على حضرتك فكرة. فكرة إيه؟ مش انتوا عندكم قسم العظام في المستشفى؟ عندنا عظام وعلاج طبيعي كمان. انا كنت بفكر ان احنا نفتح فرع السبا بتاعي في المستشفى عندكم عشان نعمل مساج للعيانين بعد العلاج الطبيعي، وده هيريحهم نفسيا جدا. وبعدين ما تقلقيش احنا عندنا متخصصين. بصي هتلاقي هنا دراسه للموضوع كله. اتفضلي. والله شكلها فكره حلوه قوي وجديده كمان، محدش عملها قبل كده. عندك حق. سيبيه بس اناقشها الاول مع معالي الوزير وهرد عليك. بس سيبك انتي، عملتيه النهارده مساج يجنن. تسلم ايدك. يا فندم العربيه اللي حضرتك شفتها دي عربيه الماني الصنع وثابته على الطريق. بس سعرها حراق قوي برضه. انا عايز حاجه حنينه بس برضه تكون ثابته على الطريق لان انا هسافر بيها. يا فندم العربيه اللي قدام حضرتك دي حنينه وجرايه وثابته برضه على الطريق.
طب ودي تعمل كام في اليوم بقى؟ هو حضرتك عايزها كام يوم يا فندم؟ انا عايزها فتره يعني اسبوع اتنين يمكن ثلاثه كمان. يا باشا احنا شعارنا دايما خدمه وراحه الزبون، هي هتعمل 2000 جنيه في الاسبوع كتير. ده انا بقول لك عايزها فتره يا باشا. انا هحسبها لحضرتك 1800 جنيه في الاسبوع وده اخر كلام، بس بشرط تدفع لي الاسبوعين على الاقل مقدم. ايوه بس ده مش تخفيض قوي يعني، ما تخليك حنين. بقول لك يا باشا انا بقول لحضرتك ده اخر كلام، ده عشان خاطر حضرتك بس. طب ماشي خلاص هاخدها. طيب يا فندم هنكتبها باسم مين ان شاء الله؟ باسم ضاحي عبد الله القناوي. طيب ممكن يا استاذ ضاحي يجيب لي البطاقه بتاعت حضرتك؟ اتفضل. صباح الخير يا مدام انشي. صباح الخير يا استاذ يوسف، ممكن تعدي عليا في الكافيه اللي قابلتني فيه؟ اه قوي قوي، ساعة زمن واكون عند حضرتك. استأذنك بقى تخلي الرجاله اللي عندك يعني يروقوا العربيه كده عشان عندي مشوار مهم. يا باشا علينا، وهنحط لك عليها ورد كده. ربنا يخليك. السلام عليكم. محرمه ما عليك. جامعة ان شاء الله. الحمد لله. مش عايز يا باشا كده، حاسك عايز تقول لي حاجة. حاسك وده من امتى ان شاء الله؟ حاسك حلو، حاسك دي. تعال 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 تعال، حاسك جديد. بقول لك ايه يا حسك، انا بفكر ارشح نفسي لمجلس الشعب. مجلس الشعب؟ ايه فكره وحشه؟ لا ازاي، بس انا قلت ان عليك الفكره دي قريب وقلت لي يعني السياسه نجاسة. ايوه ايوه ايوه، بس اصل حصل شويه مستجدات كده خلتنا نغير رايي. يلا على بركه الله، يعني هم هيلاقوا احسن من عليك فين. حسك بتنافقني. بس المهم انت فاكر الجدع ده اللي كان عامل مشكله لصاحبه؟ اعوذ بالله. ايوه الزفت البرنس، ماله؟ انا عايزك بقى تكلم لي الزفت ده وتخليه يجي لي هنا في المكتب. اشمعنى يا ريس؟ وانت مال اهلك؟ حاضر يا ريس، هكلمه. طارق هيوصل النهارده الساعه 7، عاوزك تكون هناك قبلها بساعتين. وريني المحمول بتاعك كده. عايزك تصور لي كل حاجة، كل حاجة، وكل اللي تصوره هتبعته لي على طول. خلي بالك ده مش هدية مقدمها لك في الفلنتاين، ده عهدة، عهدة يعني بعد ما تخلص مأموريتك ترجعه لي على طول. بالك لو لقيت فيه خدش واحد هخصم ثمنه من مرتبك. يلا طيح. على اذنك يا ريس. السلام عليكم. الحسك. مساء الخير. مساء النور. سلمي على انكل يا كنتي. دي قمر ما شاء الله. تلعبي في الجنينة شوية لحد ما أنا وأنكل نتكلم مع بعض شوية؟ زهقت من الكافيه. إيه ده؟ ده العربون اللي حضرتك اديته لي. حضرتك بعتي الشريط؟ بصراحه انا كل يوم بيكلمني حد، بس حضرتك موقف لي البيع. بس انا ما رجعتش في كلامي. بس برضه ما ادتنيش كلمه. طب يناسب حضرتك انت،
بكرة أو بعده. تمام، بعد بكرة. أوكي اتفقنا. يا دوب أنا بقى أروح أجيب ابني أخرجه عشان ألحق أرجعه. أمه صعبة شوية في المواعيد. هو أنتوا مطلقين؟ حضرتك مش هتاخد الفلوس؟ بعد بكرة الساعة 10 عند البوابات. كويس، هكلمك أأكد عليك بكرة. أوكي أنا هاخد كنزي معايا لو حضرتك تحب تجيب ابنك. ربنا يسهل. تعرف تسوق بقى ولا هتضيع الولا؟ خليك في حالك. هيثم، في لعبة واحدة بس، ما تسرحش. ها يلا. ماشي لو سمحت، هي دي لعبة واحدة كده؟ شبعت خلاص؟ طب ولما بناكل وبنشبع بنقول ايه؟ بنقول ايه؟ نقول الحمد لله. الحمد لله. بابا انت ليه مش عايش معانا؟ علشان انا وماما شفنا انه احسن لك ان احنا ما نعيش مع بعض. طب وانا عاوز كنت عايش مع بعض. مش هينفع يا عايزه. طب انت مش عايز تيجي تعيش معايا؟ طب وماما؟ طيب لو انت هتختار دلوقتي انا عارف ان سؤال بايخ، لو انت هتختار تعيش مع بابا او مع ماما هتختار تعيش مع مين؟ اي خدمة يا فندم؟ اي خدمة حضرتك؟ فندم لا متشكرين، تفضل. تعال 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 يا ابن ابن حلال.
ده ما كنتش عايش، ما كنت كلب بلدي. بره يا مرا يا بنت الكلب، منك انت ورايا ورايا يا ولد الكلب بره. تاخر طارق. طارق ايه نهال؟ ايه المفاجأة دي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، دي أول مرة تجيلي المطار، أنت كويسة؟ لا مش كويسة خالص يا طارق. حاجة حصلت؟ علي. ماله علي؟ بيعاملني بطريقة زبالة بقاله فترة. راح واحكي لي كده حصل إيه بالظبط؟ علي من وقت ما خد البراءة تقريبا ما بيتكلمش معايا، ولو اتكلم بيتكلم بطريقه غريبه قوي، ده ولا كاني شغاله عنده. طب هو انت عملتي ايه؟ ولا اي حاجه، ما انت عارف. معلش، وانا برضو حاسس انه اتغير معايا من ساعه البراءة. طبيعي، علي شايف ان انتوا تخليتوا عنه في قضيه عمره، لازم يكون متغير معاكم كلكم. لا لا، سيبي المجموعه على جنب، انا بتكلم عني انا بالذات. علي متغير معايا انا. علي هيتغير معاك انت بالذات ليه يا طارق؟ وبصراحة ما فيش غير تفسير واحد، علي بيشك في علاقتنا انا وانت. انا ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا زهر؟ عندك تفسير تاني؟ لا ما عنديش، بس الكلام ده انا عارف. طارق علي بيحبني، مستحيل يشك فيه ابدا، وعشان كده لازم تتعامل معاه بكل طبيعية لغاية ما نلاقي حل. ده انا مش هيجيلي قلب ادخل البيت بعد اللي سمعته منك ده. غلط. يلا بينا، يلا وهنكمل كلامنا في الطريق. اوكي. ايوه يا كبير، طارق درغام لسه واصل اوضتي دلوقتي، مش هتصدق كبير مين معاه دلوقتي في الاوضه. خلص يالا. نهال، نهال، مدام نهال. ايه؟ انت متاكد؟ جوه معاه في الاوضه؟ جوه الاوضه يا كبير، لسه داخلين هم الاثنين دلوقتي حالا قدامي. طب فتح عينك كويس، بلغني لما يحصل اي حاجه. حاضر يا كبير، حاضر. كلمت البرنس؟ هكلمه حالا دلوقتي حالا. اي حاجة هتاخدها من تلاجة الأوضة هتتخصم من مرتبك. هو الواد اللي اسمه حسين ده كان عايز منك ايه يا كبير؟ هو الواد هيثم لسه ما جاش؟ لسه زمانهم في السكه، مش مفروض يجي من ساعتين؟
اكيد الدنيا زحمه يا معلم، وبعدين ممكن يكونوا مثلا دخلوا السينما ولا حاجه. الغايب حجته معاه. تمالك قلبك عليه قوي كده ليه يا بت؟ ناقص تخديب الاحضان. لا ابدا. على السلامه. كلمه خميس شوفوا عوق ليه. حاضر يا كبير. غير متاح برضه يا كبير. يعني ايه غير متاح؟ انا مش قلت لك ما يغيبش عن عينك لحظه واحده؟ افرض خد الواد وخلع. مستحيل يا كبير. مستحيل تصرفها مننا روح امك. تاخد الرجاله وتقلبوا عليه مصر من فوقيها لتحتيها. الاستاذ شرف اهو. ما بدري. لا مؤاخذه معايا. كلمتك على محمولك مقفول. او فصل مني شحن. اتأخرت ليه؟ ابدا هيثم بس كان عايز يدخل السينما. ودخلت وحلتها؟ ملوش لازم الكلام ده معلم. ما حصلش حاجه يعني. ما حصلش ايه؟ يعني ايه ما حصلش؟ يعني انا بتلكك؟ هيثم اطلع العب بره شويه وانا هاجي لك. هيثم ده ابني يعني مفيش حاجه لما اتاخر بيه ساعتين زمن مش هخطفه يعني، فمفيش داعي الحكايه اللي انت عاملها دي. عاوز تفهمني انك جاي لحد هنا عشان تربيني وتعلمني الادب يا السلام عليكم. استنى عندك. انت ما اتعلمتش لما تكون بتكلم مع البرنس تقف قدامه زي الرجاله وتكلمه زي ما بيكلمك؟ انا ارجل منك ومن اللي خلفوك. انا واقف قدامك بطولي مش بتحمى في رجالتي اللي معاهم سلاح. كلم الكبير عادل يالا. فاكر ده؟ أنا كان ممكن أقدمه للداخلية تدخلها ما تخرجش منها أبدا، لكن عشان الاتفاق اللي بيننا ما عملتش كده. خميس